معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 اللي بيشارك فيه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بجناح مميز يهدف للحفاظ على التراث القبطي الغني بتاريخه وثقافته ونشره حتى يتمكن العلماء والباحثون من الاستفادة منه في مصر وجميع أنحاء العالم. المركز بيحرص على منذ تأسيسه على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. تعالوا نشوف تقرير الزميل أنطون إيميل. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، ويشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي مشاركة قوية وفعالة بجناح خاص بصالة واحد جناح بي 34. الحدث السنوي لأكبر معرض كتاب للغة العربية في العالم، في عدد الزوار، في عدد الناشرين، في الفعاليات الثقافية اللي هي بدأها معرض الكتاب دون غيره، وبدأت المعارض الأخرى يعني تحزو حزو معرض القاهرة الدولي للكتاب. المركز الثقافي بيحرص سنوياً إن هو لازم يشترك في المعرض القاهرة الدولي للكتاب عشان ينشر بعض من الكتب الجديدة بأفكار جديدة كل مرة، يعني مثلاً أفكار روحية أو أفكار ثقافية أو دينية أو أياً كان في كل المجالات. المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي صرح عظيم في كل ما هو معروض، ليس بمباني فقط ولكن بالكتب العلمية والثقافية والدينية الموجودة فيه. يحرص المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على المشاركة بالمعرض بباقة متنوعة من الكتب والتي تحمل تاريخ الكنيسة ومجموعة من الكتب الاجتماعية والثقافية، كما يشارك بالعديد من الكتب المهمة منها الماسونية وقناة السويس الجديدة، هدية مصر للعالم، وإسرائيل والمسلمون والمسيحيون، وعن الحياة بأجزائه الثلاثة لتشجيع الأفراد على القراءة خاصة الشباب. شباب بلا قراءة شباب بلا مستقبل. عايز تعمل مستقبل اقرأ، تقرأ كل حاجة بس تفرز، لأن الكنيسة علمتنا الإفراز والتمييز. أنا شايف أنه هذه الإصدارات دي مهمة جدا في اقتنائها، تنفع للحياة الروحية وتنفع للخدام وتنفع للتعليم الصحيحة وللتاريخ الكنسي وفي شتى نواحي علوم الكنيسة. أي لقاءات فكرية بتنمي عمق الإنسان على أي مستوى، وإذا كان المركز الثقافي أو أي مركز مسيحي بيقدم معرفة مسيحية أو ثقافية فهو بيدي عمق تاني للإنسان. في كل عصر الحضارة مرتبطة بالفكر والحضارة مرتبطة بالمعرفة. غرس الشعور بالهوية والوعي المرتكز على المعتقدات والثقافة القبطية، هذا ما يعمل عليه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي دائما للأجيال القادمة. أنطون إيميل، ميسات.